لعدة قرون لعب طائر الحبارة دورا مهما في حياة الناس، وكان جزءا من الثقافة المحلية للسكان في شبه الجزيرة العربية الذين ساعدهم على تكوين تراث عريق للصيد المستدام في الصحراء. تناقصت أعداد الحبارة بشكل كبير بسبب عدة عوامل، من أهمها التدهور البيئي والزحف العمراني والأنشطة البشرية والصيد غير المنظم. في أواسط القرن العشرين كاد طائر الحبارة الآسيوي أن يجد نفسه مهدداً بالانقراض لولا المبادرات الرائدة التي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي عام 1977 وجه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بإنشاء أول برنامج لإكثار طائر الحبارة في الأسر. وفي عام 1989 بدأت أبوظبي في بناء أول مركز متخصص لإكثار هذا الطائر في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد 7 سنوات من التجارب والأبحاث تم إنتاج 15 فرخا هي أول دفعة من الحبارة المكاثرة في الأسر بدولة الإمارات. والآن رسخت مراكز إكثار الحبارة وجودها في الإمارات والمملكة المغربية وكازاخستان. وحتى عام 2017 أنتجت هذه المراكز 367,499 حبارة، وتم إطلاق 263,399 حبارة من إنتاجها إلى الحياة البرية. ونظراً للناتج العلمي والبحثي والإنتاج الكبير من الطيور المكاثرة في الأسر، فقد تبنى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة استراتيجية للاستدامة من أجل استعادة مجموعات الحبارة على امتداد نطاق انتشارها في آسيا وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى حماية الحبارة البرية وزيادة أعدادها لضمان استدامتها المستقبلية للأجيال القادمة.